الراجل ده فين اول مره؟ في قهوه ورا مدافن صلاح سالم. هبعت لك صوره الراجل ده على الموبايل، عايزك تدور لي عليه. وكمان في مدافن صلاح سالم، واخد بالك الاماكن دي بتودي على فين؟ الاماكن دي كلها بتودي على المقطم. ايه المطلوب مني بالظبط؟ علاقتك بيحيى لازم اعرفها على طول. عملت كده ليه؟ تعرفي يعني ايه خلفه؟ طلقني يا حازم. انا اللي هيجنني ان ما عملتش حاجه ايامها تخلي اي حد يكون عاوز يتخلص مني. احنا كنا بنحرس الرئيس وبس. انت تعرف مين اللي عايز يقتل يحيى؟ لا طبعا ما اعرفش. يحيى منشف دماغه. انا بقى عندي حل، بس هيكون في كبش فدا. مشروع مرود، عايزك انت اللي تشيل اي حاجه قوم بيها انت، واطلبني مع يحيى اجي امضي في الاخر. كل المطلوب من سعادتك انك تاخدي العقود وتوقعي عليها انت ويحيى. ايوه يا طارق. خلاص يحيى مضى العقد. ابو يحيى متجوز ناهد في السر، لما الشركه عرفت الدنيا اتقلبت في بعضها. ما لقيتش اي حاجه ليها علاقه بيك ولا بذل الرئيس خالص. امال الراجل ده كان باعت حسام يدور على ايه؟ في حد من الناس اللي حواليك له علاقه بالجماعه الاسلاميه من زمان. مين يا فندم؟ طاهر توفيق جارك، صاحب دار النشر اللي اتقتل. انت ازاي بني ادم تقعد مع واحد زي ده؟ ازاي؟ ما كانش فيه قدامي غير كده. حازم انا حذرتك 100 مره، قلت لك لازم تبلغني بأي خطوة تعملها مع يحيى، حصل ولا لا؟ كمال بيه، ممكن نتكلم بهدوء شوية؟ اقعد لو سمحت. اتفضل، اتكلم. هو أنت متخيل إن يحيى مش هيعرف يوصل للظابط ده لوحده؟ لا يعرف. اللي حصل ده كان كده كده هيحصل، بس كويس إنه حصل قدام عيني وعن طريقي. أنا وجهت يحيى للتفكير اللي أنا عايزه من خلال الأسئلة اللي سألتها للظابط. دلوقتي أنا بقيت عارف هو بيفكر إزاي، وأقدر أتوقع أي تصرف ممكن يعمله. حازم اخر مره احذرك فيها، اوعى تفكر ولو لحظه واحده انك تلعب معايا. كمال بيه انا في صفك، والمواقف اللي بينا بتثبت ده. عموما الموضوع ده خلاص وصل لنهايته. ازاي يعني؟ الاسبوع ده القضيه هتتقفل. تتقفل ازاي ورا؟ اقفلها باي شكل باي طريقه. يحيى لازم يسكت، فاهم؟ معلش يا حبيبي، معلش استعملني شويه، انا اسفه. متشكره يا غاده، تعبناكي معانا، بس تقدري تروحي دلوقتي. انت خليك يا غاده معايا، انت مشيش. أنا بقيت معاك ومش همشي غير أما تخف. فعلا إحنا كلنا هنفضل جنبه لغاية لما يقوم. انت فين؟ اوعى تدخل، ارجع ارجع بسرعه. حصلت ظروف. بص، في كافيه جنب الكومباوند من بره كده، استناني فيه وانا جايه على طول. اوكي باي. خرجت. أنا أول مرة في حياتي أسمع حاجة عن الكلام ده. ما هو علشان كده أنا كنت عايز مدام كوثر تبقى موجودة. هو فعلا أستاذ طاهر الله يرحمه كان له علاقة بالجماعات الإسلامية والحزب الناصري والشيوعي والاشتراكي، تقريبا انضم لكل الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية اللي موجودة من أولها لآخرها. طب هو ليه كان بيعمل كده؟ دي حاجة ظباط أمن الدولة اللي زيك عمرهم ما فهموها. بس أنا دلوقتي مش ظابط يا مدام كوثر. بس تفكيرك زي ما هو. عمر ظباط أمن الدولة ما فهموا يعني إيه واحد عايش عشان يعرف ويتعلم كل حاجة ويتعرف على كل الناس. أنت لو رحت دار النشر بتاعته وشفت الكتب والروايات اللي كان بينشرها هتلاقيها من كل التيارات، أي تيارات أنت تتخيلها. أيوة يا مامي، بس إنه نتعرف على التيارات الفكرية حاجة، إنه يبقى جزء منها حاجة تانية.
أنا فاكرة إن باباكي قبل ما نتجوز كان حكالي إن هو انضم لجماعة من الجماعات الإسلامية اللي كانت موجودة أيام السادات، بس مستريحش لطريقة تفكيرهم ولا أسلوبهم، سابهم ما كملش معهم 6 شهور حتى. بس دخل جواهم وتعرف عليهم، وأكيد كانت له علاقات بقيادتهم اللي اتصعدت بعد كده. أنا مش مستريحة لتلميحك يا يحيى، وياريت تاخد بالك من كلامك عن الراجل اللي أنت بتتكلم عنه في بيته قدام مراته وبنته. ايه انت كمان ابتديتي تشكي في ابوكي وتمشي ورا الكلام الفارغ ده؟ ما هو يا مامي بصراحه حاجه تجنن، اللي يخلي بابي يخبي حاجه في مكتبه ليها علاقه بيحيى ايام ما كان في الحراسات؟ وهو فعلا له علاقه باللي حصل ليحيى ولا لا؟ اسمعي يا سلمى، انا ممكن افكر معاكي زي ما انت عايزه، انما انك تشكي في ابوكي دي حاجه انا لا يمكن اسمح بيها. انا مش بشك في الاستاذ طاهر، أنا كل اللي بحاول أعمله إني أكمل المعلومات اللي عندي. وأنا قلت لك اللي أعرفه، علاقة طاهر بالجماعات الإسلامية ما زادتش عن 6 شهور، ولو كان في حاجة تانية أكتر من كده أنا كنت هعرفه، لأن طاهر ما كانش بيخبي عني حاجة. زي ما خبى عنك كده الراجل اللي كان بيجيله في نص الليل وإحنا ما نعرفش عنه حاجة، وحتى ما قالكيش اسمه؟ طاهر أكيد كان هيقولي كل حاجة قبل ما يموت بسبب. أنا قلت اللي عندي، اتشرفت. ما تزعلش من مامي يا يحيى. لا أنا مش زعلان. معلش هي ردودها بتبقى عنيفة كده، خصوصا بعد اللي حصل لبوبي، يعني أنت فاهم؟ فاهم، وصدقيني مش زعلان. مامي عندها حق يا يحيى، مستحيل بوبي يكون له علاقة باللي حصل لك. طمني. أنا إذن اتفضل. كده نقدر نقول مبروك علينا المشروع. ضامن قوي ان هو حيرس علينا. قول يا رب. يا سلام على الايمان. طب خد بالك بقى ان ماهر هيطلع الصبح بنفسه بالظرف ده، فلازم حضرتك تمضي على العقد ده وتضم ورق شركتك ليه، وكل ده يحصل قبل ما ماهر يطلع الصبح. ما تقلقيش انا مظبط كل حاجه. ازاي؟ امتى؟ انت ايه؟ تسحر؟ في يا ستي، ما انا قلت لك انا مظبط كل حاجه. ماشي، أنا كده عملت اللي عليا، وأنا بحذرك لو حد عرف أي حاجة من اللي اتفقنا عليها. أنا آخر واحد في الدنيا ممكن تقول حاجة زي كده. أنا اللي ممكن أسمح قبل من أي حاجة تضرك. أنا ماشي. اقعدي 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 بس. هطلب لك شغل الكيك، أنا أول مرة أدخل المكان ده بيعملوا تشوكلي كيك رهيبة ما حصلتش. أطلب لك واحدة؟ إيه النقطة غلط؟ طيب كيك بالشوكولاتة؟ أنا لازم أمشي عشان شهاب. هسيبك بس عشان خاطر شهاب، بس ليا عندك عزومة. لا عزومة إيه؟ ده إحنا هنعمل حفلة كبيرة قوي. سلام. سلام عسل، عسل والله. مامي مامي من فضلك عايزاك تعاملي يحيى احسن من كده شويه. سلمى من فضلك ما تطلبيش مني حاجه فوق طاقتي، انا اصلا مش بطيئه افتكره، احمد ربنا ان انا بعرف اكلمه. هو انت فاكراني مزدلانه على اللي حصل لبابي ومش عايزه اعرف مين اللي عمل فيه كده؟ يحيى هو الوحيد اللي يقدر يوصل للحقيقه، ده ضباط الداخليه نفسهم مش عارفين يشتغلوا من غيره، انا شفت ده بعيني. يعني انت كمان مش طايقاه زي؟ يبقى ما تغلطينيش بقى. ما انت مش غلطانه ولا حاجه، انا نفسي مش عارفه، ساعات بحس اني مش طايقاه وان هو السبب اللي حصل لبابي، وساعات تانية بيصعب عليا بحس انه مش ذنب، ما هو كمان ابنه ومراته ماتوا. انا متلخبطه ومش عارفه مشاعري ناحيته عامله ازاي. مشاعرك؟ هو انت هتحبيه؟ احبه ايه بس يا ماما؟ هحبه ايه وسط الموت اللي عايش حوالينا ده؟ امال ايه؟ فهميني. مصلحتنا مع يحيى يا مامي، هو الوحيد اللي ممكن يوصل للحقيقة، فهمتي؟ وماله بيقفل الظرف قوي كده؟ مش مهندس ماهر طول عمره كده، ده حتى لسه هيختم بالشمع الأحمر. هي مدام نهد من السكنة قريب من هنا، آخر الشارع. أنت مش خايف تشوفنا مع بعض؟
من النهارده مش هخاف من اي حد خالص. وانت شرفك ان مدام نهاد ساكنه هنا. كنت بتجيلها شغل؟ كنت بجيلها شغل. شغل؟ هصدقك يا باشمهندس طارق. انا لو في حاجه بيني وبين مدام نهاد ما كانش زمان ده بقى حاله. وماله حالك؟ ما انت بتمشيه اهو. ولسه كمان بقى لما المشروع يبقى بتاعنا شوف المكافأة اللي انا عاملها لك. تمام. بس انا دلوقتي في حاجة مش فاهمها. دلوقتي انت معاك شكل الظرف. بس مش معاك الورق اللي جواه. انت حتى مش معاك عقد الشراكة اللي بينك وبين شركتنا. كل حاجة معمول حسابها. هي مدام نهد معاك؟ مدام نهد مع نفسها. ما تفكرش كتير. اجيب لك شوكلة كيك؟ المكان ده بيعمل شوكلة كيك ما حصلش. النطق غلط برضه. ها كيكه بالشوكولاته ده ملف قضيه كرداسه. فاكر العيال اللي قبضنا عليهم؟ ايوه يا فندم. انا عايز العيال دي في اسرع وقت. خير يا باشا؟ هو حصل حاجه تاني؟ مفيش. كنت ماسك قضيه كده وفي التحريات لقيت اساميهم قدامي. تمام يا حازم باشا. ساعه زمن ويبقى عند حضرتك. ماشي يلا يا بطل. عقبال ما خرج ولم نفسه من اللي حصل له ما لقاش اي حاجه غير عربيه حمراء بتجري. ما لحقش يشوف الواد حتى. خليكي معايا لحظه. ايه يا علا؟ فين السواقين؟ واخدين كلهم اجازه يا باشمهندس. يعني ايه واخدين اجازه؟ هو في كده؟ باشمهندس يحيى هو اللي اداهم اجازه. حضرتك كنت عايز حد يروح معاك تودي ظرف المناقصه؟ لا خلاص هروح بعربيتي وامر لله. هو اصلا يا بنتي مش عارف يتلم على نفسه لغايه دلوقتي. لا مش عاجب الموضوع. مش عاجبك ايه اللي مش عاجبك فيه؟ الموضوع عايم خالص يا وسام. في حاجه مش ممسوكه. وبعدين ايه اللي جاب سيره يحيى نور الدين لطاهر توفيق؟ وايه علاقه يونس عبد الحميد؟ انا حاسه انك حاشر اسامي الناس دي عشان تحول القضيه من قضيه قتل لقضيه سياسيه كبيره. لا ما هو برضه ما ينفعش نمشيها انها قضية قتل عادي كده يعني. يحيى نور الدين ده اتضرب عليه نار في الشارع وابنه ومراته ماتوا وبعدها بكام يوم استاذ طاهر اتقتل في بيته. مش صدفة اكيد دي يعني. انا معاك انها مش صدفة طبيعية، بس التحقيق بتاعك دلوقتي هيوديك لفين؟ انت بتقول اللي حصل وبعدين بتضيف حاجات من تاريخهم القديم عشان تحولها لموضوع تصفية حسابات. وانا مش هقدر انشر موضوع زي ده خالص. صدقيني الموضوع كله مش اكتر من ان انا برمي طوع. بعد كام موضوع ما ينزل خلاص سكك اتفتح لوحدها. بقول لك ايه؟ اصبر شويه. واعمل سيرش. حاضر. الو دكتوره سلمى. انا الحمد لله تمام. نتقابل؟ اوكي ماشي. بس يحيى هيبقى موجود؟ لا طبعا انا هخاف من ايه؟ اوكي. هاجي لحضرتك على الدار. حاضر. مع السلامة. ايوه يحيى بيه. لا 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 ملوش أي أثر. لا ما دورناش في المقطم كله بس احنا مش ساكتين يا فندم. على فكرة المهندس ماهر اتصل بينا وسأل علينا ومتضايق جدا. أكيد أكيد يا فندم. حاضر. لو حصل أي جديد أنا هبلغ سعادتك. أيوه يحيى بيه تحت أمرك يا فندم. الله يعافيك. يا عم إيه اللي وداك هناك بس الأول؟ أنا كنت هشرب شاي وبعدين هي فهمتني غلط. أنت بقى هديها كده و... سلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام. ده إيه اللي جابه هنا ده؟ غريب حكى لي باللي حصل وجاي ياخد بخاطرك. ولا ياخد بخاطري ولا اخد بخاطره. هو ملوش صلاح بيعمل اساسه. وبعدين انت اتحرج على العمال اللي واقفه هنا. اقسم بالله يا ام علاء انت فهمت غلط. انا ما كانش قصدي اللي انت فهمتيه ده خالص. يا عم عشر يا عم عشر الرطرطه في الكلام عيب. وبعدين انا ست جوزي ميت والحوارات دي تضرني. عداك العيب يا ام علاء. سماح بقى يا ام علاء. يلا يلا يا غريب. يا ام عشر سماح بقى يا ام علاء انا محقوق لك. صدقي بالله لو حكمت عليا اسيب الشغل هنا دلوقتي لا سيبه. هسيب الشغل زي ما انت قلت. صدقي لو حكمتي لا سيبه دلوقتي. وانا ما يرضينيش اقطعش حد بس من هنا ورايح مالكش صالح بيا تاني. حاضر. يلا يلا. حاضر. يلا يلا يا غريب. يلا يا غريب من هنا. السلام عليكم. بالسلام. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. بص يا مولانا
انا ماليش في رطرطه الحريق. انا عارف ان الولد غلط بس جايبينه عشان لو في بينك وبينه حاجه نصفيها، وانت عارفه ان انت وهو شغالين باوامر يحيى بيه. خلاص حصل خير يا عم عاشور. ومناسبه يحيى بيه صحيح، ماله؟ في حاجه حصلت كده يعني كنت عايزه اخد رايك فيها. خير؟ لا ده موضوع يطول شرحه. انت تيجي تقعد اعمل لك كوبايه شاي في الخمسينة واحكي لك. السكر بتاعي خفيف. عادي حاضر. دي وافع يا راجل يا بهيم. انا بهيم يا حيوان يا حيوان يا ابن الحيوان. كبرت العربيه مين اللي خبط فيه؟ مين اللي خبط فيه يا مين اللي خبط فيه؟ انا بركب عربيه. انت اللي راجل وحش يا ظالم. بس صل على النبي انت راجل كبير. بتاعت مين يا ما تقدرش نفسك معاه انت راجل كبير اهو عيل صغير. اعرف مش مستعجل. انت يا عم مستعجل بس يا حيوان. كابتن يلا طيب مش ليك ولاد عم ولاد خاله؟ ولاد خالي ولاد عمي ليه يا باشا؟ هتناقشني يالا يا باشا. يا باشا انا قرايبي ما يعرفوش اي حاجه عني. والله العظيم والله العظيم ما ليهم اي علاقه باللي انا بعمله. بلاش اهل يا باشا. ليهم زرعه وسخه زيك ولا؟ اكتب اساميهم وعناوينهم يالا. يلا يا باشا. يا باشا انا قلت لك على اسامي كل الرجاله اللي كانت معايا، لكن اهلي قسما بالله العظيم ما ليهم اي علاقه باللي بعمله. ابوس ايدك يا باشا. ابوس ايدك. بلاش اهل. ايه ده اهل؟ ده شغل الشحاته ده. اهل غلابه يا باشا. ولا كلمة. شايف التمثال ده؟ ولا كلمة. تكتم وتكتب. اعمل زيه. اتعلم منه. ده معلمك النهاردة. استاذك. وانا هخليه جنبك عشان يفكرك. ماشي؟ شفت انا بحبك ازاي؟ يلا. يلا حبيبي. خليه جنبك بقى ايه؟ عشان يفكرك. يلا حبيبي يلا. اللي بعده يلا. غدا غدا انت كويس؟ اه احسن. الحراره نزلت شويه الحمد لله. هو انت بقيت معايا من امبارح؟ انا كنت عايزه امشي بس انت فضلت ماسك في ايدي زي العيل الصغير. روح يا غدا. ما بقيت احسن يعني؟ لا يا اخوي مش هروح غير ما اطمن عليك. وماما فين؟ كانت موجودة جنبك بس معرفش راحت فين لما عيني غفلت في النوم. بتدافع عنها؟ شكلك بتحبيها. لا والله هي فعلا كانت جنبك طول الليل بس معرفش راحت فين. ده العادي بتاعها. انت عارف ان انا ما بكرهش حد في حياتي قدها بس مش هكدب عليك واقول لك ان هي ما كانتش موجودة. وبعدين خف عليها شوية يلا دي برضه امك. للأسف. أنا هقوم أدخل حمام وخلي لينا تعمل لك حاجة سخنة. ماشي؟ ماشي؟ روحي روحي روحي. ماشي؟ روحي. معلش يا ماهر الحمد لله إنها جت على قد كده. قولي المظاريف هيفتحوها إمتى؟ حلو قوي يومين شهاب يكون خف ونقدر كلنا نروح مع بعض إن شاء الله. العطا يرسى علينا. سلام. مع السلامة. شهاب صحي؟ اه غدا
أنا كنت عايزة أشكرك على وقفتك معانا. شكلك كده عايزة تنزلي وتسيبي لي شهاب تاني. أنت ليه شايفاني وحشة قوي كده؟ أنا حقيقي كنت مبسوطة إنك معانا عشان شهاب بيحبك. بلاش تعرف أنا شايفاك إزاي أحسن، عشان لو عرفتي مش هنعرف نبص في وش بعض تاني. واو. طب ما تيجي نفتح صفحة جديدة أحسن. أنا وأبوكي حبينا بعض من 20 سنة واتجوزنا، وانتي مش قادرة تسامحيني على ده. الحب مش بإيد حد، انتي تقدري تتحكمي في قلبك؟ خلاص يا نهد، ملوش لازمة الكلام. براحتك يا غادة. أنا بقى عاوزة أفهم حكاية يحيى بيه ده إيه؟ أصلها الصراحة مش داخلة دماغي إن الراجل في علو مقامه ده يهتم قوي بالراجل اللي بعت جوز يسرق الفيلا وكان السبب في موته، وهو كل علاقته بربيع الله يرحمه إنه كان بيصلح له كمبيوترات الشركة. لا صدقي، ده يحيى بيه يعني. يعني إيه؟ لا بيهتم بكل الناس. يا عم عشري، يا عم عشري، أنا استأمنتك على سري وقلت لك جوزي مات إزاي وكان شغال إيه عشان حسيتك راجل طيب وزي أبويا، والنبي باللي رقيب كلمتين قولي أي حاجة مش فاهمة حاجة. يحيى بيه مرت وابنه لسه ميتين قريب، وابنك في سن ابنه عشان كده بيهتم بيكم. بس كده؟ فيعمل اللي عمله ده كله علشان يعرف مين الراجل اللي بعت ربيع يسرق الفيلا؟ طب انت عارف في المشرحه قالوا لي ربيع الله يرحمه مات ازاي؟ ازاي؟ قالوا لي في حد قعد يضربه وبعد كده رماه من مكان عالي وقع على دماغه طب ساكت. ايوه يعني انا مش فاهم يعني عايزه ايه يعني؟ يعني الحكايه فيها ان اكيد يحيى بيه عارف مين الراجل اللي كان سبب في موت جوزي. لا لا بص، يحيى بيه لو عنده حاجه يقدر يساعدك بيها كان عمل. كان عمل. سامع عليكم. شكرا عشان شكرا عشان. أنا أول مرة أشوف الراجل ده. تقريباً ما فيش حد شاف صورته لما قال كده. طب هو كانت علاقته إيه بأستاذ طاهر يعني؟ شغل مثلاً، صداقة؟ ما أعرفش، أنا عمري ما شفته على الحقيقة ولا حتى أعرف اسمه يعني. هعرف حاجة زي كده إزاي؟ سؤال غبي معلش. أنا كده محتاجة أي حاجة أبدأ بيها سيرش، مش هدور على راجل من مجرد صورة يعني. أمال أنا كلمتك ليه؟ أنا قلت أنت اللي هتقدر تساعدني. هساعدكوا طبعاً وهسيرش وكل حاجة، بس بالمنظر ده الموضوع محتاج وقت ومجهود كبير جداً. ايوه بس احنا عايزين نوصل للراجل ده باسرع وقت. دكتوره سلمى، انا بعمل سيرش على واحد معرفش حتى اسمه ايه، يعني انا كده مش عارف اخش على جوجل مثلا ادور على الراجل. بصي هو انا كده مضطر ادور في ارشيف الجرايد ورقه ورقه، بس ده يحتاج ان انا اعمل فريق سيرش من صحفيين تانيين. طب قول لي انت محتاج ايه؟ محتاج فلوس مثلا؟ لا 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 خالص، انت فهمتيني غلط، انا بس بعرفك ان في اكتر من صحفي يعرف الموضوع. ايوه بس احنا مش عايزين الموضوع ده يخرج برانا، لان الراجل ده لو عرف ان احنا بندور عليه هيختفي في ثانيه. بص يعني لو مضطر يا ريت مش اكتر من واحد او اتنين وتكون بتثق فيهم. لا اطمني خالص، من حاجه ما تقلقيش، انا بس بعرفك ايه اللي هيحصل. تمام، بس اهم حاجه السرعه في الموضوع. طبعا احنا كده على اتفاقنا، يعني لازم يبقى في بينا تعاون كامل، يعني في الاخر انا اللي هنشر الخبر كله، يعني ساعتها ما تجيش تقولي لي ما تنشرش حاجه. ايوه بس احنا اتفقنا ان لو النشر ده هيضرني او هيضر بابا انت مش هتنشر حاجه. صدقيني ساعتها انا اللي هقول لك مش هنشر حاجه. دكتوره سلمى، انا مش صحفي من بتوع اليومين دول، لازم تبقى عارفه كده كويس، وان شاء الله الايام هتثبت لك. انا متاكده عشان كده كلمتك، وان شاء الله انا هبقى الثقه دي. شكرا. بعد اذنك. ها عامل ايه دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. شفت امك وهي لابسه مجله المطبخ قاعده ضربه غطس انا في المطبخ وبعك عك غريب، النتيجه اني بطبخ لك. بس عارف انا بقى لي كام سنه ما دخلتش المطبخ ده؟ ايام بابا الله يرحمه. كويس انك فاكر. يلا هاف ا وندرفول داي يا حبيبي، سلامتك. هيا يا سيدي، الحمد لله انك بقيت كويس. انتوا مكبرين الموضوع قوي على فكره، ده هو دور برد يعني. لا مش دور برد، بس الدكتور قال لي ان انت كنت ضارب جامد وانا داريت عليك وما رضيتش اقول لامك. انت فاكره انها مش عارفه؟ شهاب ممكن بلاش كيمياء لو سمحت. انت اخر واحده تكلميني في الليله دي. انا بشرب حشيش بس. يا اختي كميله، حاسه انك بتدخني ينسوني يعني. مفيش حته حشيش في بلدك مش معجونه كيمياء يا بنتي. انا لو عايزه ابطله هبطله وبحاول. خلينا فيك انت، انت ما بقتش صغير للي انت بتعمله ده.
ومش هينفع تكمل كده. ممكن تقولي انت عاوز ايه من حياتك؟ انت مالك قلبتي نهد في نفسك كده ليه؟ لا انا بتكلم جد. غدا انت عارفه انا بستريح معاكي في الكلام ليه؟ عشان مش بسمع منك نصايح، بحكي لك كل مصايبي ونقعد نضحك ونهزر بعدها وخلاص. ده مش معناه ان انا مبسوطه باللي انت بتعمله شهاب. انت لازم يكون لك هدف في حياتك. طب انت عارفه كيف الحياه؟ بلاش كلام كبير عشان بيتضايق يا غادة. أنا وإنتي واحد، عايشين كده وخلاص، كل الناس عايشة كده وخلاص. ما تحاوليش تقنعيني إن الهدف في الحياة هو الشغل والفلوس ولا الناس اللي تطلع تتفزلك وتقول لك تحيي الذات. إنت مش بتحب علا؟ الحب ده هدف. إيه لازمته؟ إيه لازمته إنك تحب حد أصلاً هو مستقل بيكي؟ إنتي مثلاً يا غادة جوزك عادي تحبيه ولا ما كنتش اتجوزتيه؟ يعني هو فين دلوقتي؟ في بلد تانية وانت هنا لوحدك، ولا حد جنبك ولا حد حاسس بيكي. مين قالك ان انا بحب عادل؟ نعم ما اتجوزتي ليه يعني؟ يمكن ساعة ما اتجوزت كنت حاسة اني بحبه. يمكن انا كمان اطلع في الاخر ما بحبش علا. الحقيقة بقى ان مفيش حاجة اسمها هدف في الحياة، احنا عايشين عشان نموت بس كده. تصدق بقى وانت بتخطرف كان احسن. انا هسيبك وقوم عشان مش طايقاك. بصراحة مش عارفة اقرر. طب انت رأيك ايه يا استاذ عبد العليم؟ والله الاستاذ طاهر كان هو صاحب القرارات في الحاجات دي. طيب يعني تقريبا لو رواية بالحجم ده نزلت ممكن سعرها يبقى كام؟ ال 500 صفحة كانت ب 60 جنيه. تمام. بس حضرتك عارفة دلوقتي الدولار عالي، حتى نوع الورق اللي بنطبع عليه دلوقتي ما بقاش موجود. فسعرها دلوقتي يعمل أكتر من 120 جنيه. 120 جنيه ده الدبل. طب ما هي لو نزلت كده هتتباع؟ عشان كده بقول لحضرتك لازم تاخدي قرار. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا تشرب ايه؟ اي حاجه، قهوه. ماشي. استاذ عبد العليم احنا هنصغر الفونت ونشوف الكتاب هيوصل كام صفحه وبعدين نقرر. حاضر. حضرتك بالنسبه للمبيعات السنويه وحقوق المؤلفين عشان محتاج. انا هقعد مع استاذ يحيى وبعدين نبقى نتكلم. حاضر. خليهم بس يعملوا واحده. شكرا. اتفضل. واضح انك مشغوله. كنتش اعرف ان ادارة الدار بالشكل ده. بقالي هنا اسبوع وقفل العيادة. موبايلك على طول مشغول بعد كده اتقفل فقلقت عليكي. اضطريت اقفله. في دور برد جامد قوي اليومين دول فالعيال كلها عيانة والامهات ما بتبطلش رن. محتاجة اقعد مع عبد العليم. قابلتي وسام؟ اه متحمس جدا. واخبار طليقك ايه؟ ظهر تاني؟ لا لا انسى موضوع عمر ده. هو كده طول عمره بيتعصب ويتنرفز ويهدد وفي الاخر ينزل على ما فيش. مالك يا يحيى؟ ما فيش. لا في. مالك؟ تعبت يا سلمى، تعبت وما فيش امل. كل ما امشي في طريق يطلع في الاخر مسدود. نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي كل اللي ما فيه ده كان حلمي، وان يوسف ومنى لسه عايشين. تصدق ان انا كنت لسه بفكر في نفس الحاجه؟ كل يوم وانا داخله الدار بتخيل اني بحلم وان انا هدخل هنا هلاقي بابا قاعد على المكتب. أنا عايش ليه لغاية دلوقتي؟ عايش ليه؟ إزاي قادر أعيش؟ اللي أنت بتقوله ده يا يحيى هو ده اللي أنا حاسس بيه دلوقتي. أنا عايز أموت. عايز أموت. يمكن لما أموت أقدر أشوف يوسف. أنا
بتحبوا ايتن؟ فكرتش فيها خالص؟ وبعدين يعني انا بتسند عليك انت، لما انت تعمل كده انا اعمل ايه؟ ما هو انت ما بتركيش انت. ازاي بس اصلي بتكلم من غير ما افكر، عايز اخرج اللي جوايا من غير تفكير، لان التفكير بدا يتعبني. كلمني اسمعك، انت عايز تقول ايه؟ اقول انا عايز اقول حاجات كتير. عايز اقول لربنا حاجات كتير بس خايف اغضبه. انا ليه دفنت ابني؟ ليه؟ مش المفروض يوسف ده هو اللي كان يدفني؟ ده قضاء ربنا. وبعدين انت لا اول ولا اخر واحد. يحيى انت محتاج تقرا القران ومحتاج تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ينفعش كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيماني بربنا وحبي ليه هو اللي مخليني واقف على رجلي لحد دلوقتي. قبل كده كان زماني انتحرت. ادخل. في جديد يا باشا؟ امسك. ايه ده؟ عايزك تعمل لي تحريات عن الناس دول. مين دول؟ دول مشتبه فيهم في قضية يحيى. وسعادتك وصلت لهم ازاي؟ هتفرق معاك؟ انا مش قصدي اضايقك، انا بس حابب افهم يا حازم بيه. شكلك كده مشغول. اجيب لك حد من المباحث يساعدك؟ مش محتاج حد يساعدني. سعادتك تأمر بحاجة تانية؟ 48 ساعة والتحريات دي تكون على مكتبي. تمام يا باشا. اتفضل. أيوة سلم. خير؟ في ايه؟ ارجع تاني؟ ارجع تاني ليه؟ في ايه يا سلمى؟ طمنيني. لا يا يحيى مش هينفع في التليفون. الصحفي جه هنا وفي حاجات مهمه عايز يوريها لنا بنفسه. طيب ماشي، يعني مستنياك بسرعه. انا كده مبسوط منك.